المدة التاريخية هي بالطبع كتمثل واحد عدد بعدد الأمراض مختلفة ومتنوعة بما فيها الكواتر. الكواتر كيعني أنه الانتفاخ ديال الغدة، ولا كيكون فيها أكياس، ولا كيكون فيها الاشتغال ديالها كيكون مفرط، ولا دوك على حسب الأنواع. اللي ملي كيكون مثلا الاشتغال مفرط وغير غير مضبوط بالأدوية، سواء في العلو ديالو ولا في النزيل ديالو، كيكون خصو الواحد ما يصومش ويتبع العلاج ديالو باش يوازن الهرمون ديال الغده الترخيه، لان الهرمون ديال الغده الترخيه مهمين واساسيين في الحياه اليوميه، وهما كيعطيو واحد الحركيه والنشاط للذات كلها. دونك الدور ديالو مهم، وضروري ان الميزان ديالهم يكون في المستوى. دابا الانسان اللي عنده كما قلت لك الامراض متنوعه ومختلفه، كيصعب باش نجاوبو، ولكن الانسان اولا بحال اللي عنده مرض الغده الدرقيه دائما يشوف الطبيب ديالو قبل، ويشوف واش كاين توازن في ذوك الهرمونات سميتو، وعلى حسب بالطبع الطبيعه ديال المرض اللي عنده. الا كانت الامور مضبوطه متوازنه والتحاليل مزيانين رمضان، كيمكن يكون عادي بالنسبه للشخص اللي عنده هذه الامراض، ولكن اللي مستقره في حاله استئصال الغده الدرقيه. دونك هناك ضروري كما قلت لك هذه الهرمونات ديال الغده الدرقيه لي زغمون تيغويديان هما اساسي للحياه. دوك الهرمونات كما قلت لك كيلعب واحد الدور اساسي في الحركيه والنشاط ديال الجسم. دونك في حاله ما مثلا كان الاستئصال ديالها راه ماشي مشكل كبير، كنعوضوا بديك الهرمونات اللي كاين الحمد لله العيله، كاين هذاك الدواء ديالهم اللي كيعوض داك الهرمونات بصفه مستمره. وهنا فين كما قلت كتكون مراقبه ديال الميزان ديالهم في الدم الا كان متوازن، سينو كتقاد لهم العلاج ديالهم. وكنفكر هذا بحال القضيه ديال مثلا الانسولين، الانسولين كاينه في الذات ملي كتنقص كتعوضها بحال الغده الدرقيه. هو هاد الغده الدرقيه وهاد الهرمونات ما كاينش مشكل زعما، من الافضل يتدار مثلا بعد الفطور هذا، لانه ديك الاداره اللي مهم جدا، وهو في نفس الوقت باش الهرمونات تكون متوازنه في النهار، وديك الساعه كيمكن يكون الانسان يدوز المسائل ديالو عاديه. النصائح انا كما قلت هو ككل مرض مزمن خص ضروري التشخيص عند الطبيب ديالو قبل ومن بعد، باش يمكن يدوز هذا الشهر رمضان الكريم بواحد راحه نفسيه وجسديه، وفي اطار واحد الحميه متوازنه باش يكون مرتاح.